السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني ثانوي. إن شاء الله النهاردة من مادة الميكانيكا هنراجع على الجزء الثاني. اتفقنا إن احنا هنراجع على جزئين، راجعنا في الجزء الأول الاستاتيكا كاملة، إن شاء الله النهاردة هنراجع الهندسة الفراغية كاملة. الهندسة الفراغية بتتكلم عن 4 دروس، الدرس الأول المستقيمات والمستويات في الفراغ، والدرس الثاني الهرم، والدرس الثالث المخروط، والدرس الرابع بيتكلم عن معادلة الدائرة. ناخدهم درس درس، وأهم ملاحظاتنا فيهم وأفكار الأسئلة في الامتحان إيه. أول حاجة المستقيمات في الفراغ. أول الراجل ما اتكلم معايا فكرني بأولى إعدادي، كان بيقول إن القطعة المستقيمة جزء من الشعاع، وإن الشعاع جزء من المستقيم، وكل واحدة منهم عبارة عن مجموعة غير منتهية من النقاط. بعد كده بيقول لي لو معاك نقطة في الفراغ، نقطة، كم مستقيم تقدر ترسمه يمر بالنقطة دي؟ قلنا له يا أستاذ عدد المستقيمات اللي بتمر بنقطة عدد لا نهائي، ده مستقيم ده مستقيم ده مستقيم وهكذا. عدد المستقيمات اللي بتمر بنقطتين في الفراغ، لو دول النقطتين عدد المستقيمات اللي هتمر بيهم مستقيم واحد، مفيش مستقيم تاني هيمر بالنقطتين دول. بعد كده يا باشمهندسين حاجة اسمها المستوى. المستوى ده عبارة عن نقط كتير جدا عملة مسطح. المسطح ده ملوش حدود، ملوش بداية ولا لنهاية ولا الحدود، بس اللي أنا أعرفه إن المسطح بنرمز له مثلا كده، ده رمز المستوى، بيكون اسمه حرف كبير وبينكتب في ركن كده، لسين صاد عين أي حاجة. تخيل إن السقف بتاع الغرفة بتاعتك ده مستوى، قاسم الفراغ لثلاث مجموعات، مجموعة فوق دي مجموعة واحد فوقه، ومجموعة تحت مجموعة اتنين، والمجموعة اللي هو ماشي فيها نفسه دي مجموعة تلاتة. يبقى المستوى بيقسم الفراغ لثلاث مجموعات. ازاي بنعين مستوى؟ طرق تعيين مستوى، قال لك ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، تعيين مستوى ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، ليست على استقامة واحدة. كده يا أستاذ احنا نقدر نعمل مستوى كده، ونقدر نمد دول بقى كده بلا حدود، بس احنا بما اننا مش هنعرف نرسمه بلا حدود فبنعبر عنه بأي شكل هندسي. يبقى ده كده اسمه مستوى. مستقيم ونقطة لا تنتمي للمستقيم، كده يا أستاذ احنا نقدر نعمل مستوى. وهنا في سؤال بيلخبط ناس كتير جدا جدا جدا، عدد المستويات التي تمر بمستقيم وعدد المستويات التي تمر بمستقيم ونقطة لا تنتمي إليه. عدد المستويات اللي بتمر بمستقيم عدد لا نهائي، ودي رسمته يا شباب زي ما انتوا شايفين كده. نقدر نرسم مستوى 2 3 4 5 عدد لا نهائي، انما عدد المستويات اللي بتمر بمستقيم ونقطة، بس بشرط النقطة دي ما تكونش بتنتمي للمستقيم، لان هي لو بتنتمي للمستقيم بقينا في السؤال اللي فوق بقوا على خط واحد، يبقى كان هيكون عدد لا نهائي. عدد المستويات التي تمر بمستقيم ونقطة لا تنتمي اليه مستقيم وحيد. الحالة الثالثة في تعيين مستوى، لو في مستقيمين اتنين متقاطعين،
لو في مستقيمين متقاطعين بيعينوا مستوى كده، نقدر أقفل مستوى. الحالة اللي بعد كده، لو مستقيمين اتنين متوازيين وغير متطابقين، تخيل ان حضرتك بتفتح ورقة باردي اهو عاملة زيها كده، كأن في هنا مستقيم وهنا مستقيم، ده كده يا أستاذ مستوى. يبقى المستوى بيتعين باربع حالات، ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه، مستقيمين متقاطعين، مستقيمين متوازيين وغير متطابقين. وكان يا باشمهندسين في علاقة مستقيم بمستوى، لو مستقيم بيوازي مستوى ده مستوى اسمه سين، وفي مستقيم اسمه لام. لو قال المستوى سين تقاطع المستقيم لام بيساوي فاي، يبقى المستقيم لام بيوازي المستوى سين، والعكس. لو مستقيم قطع مستوى في نقطة، مستقيم قطع مستوى في نقطة، يبقى المستقيم ده قاطع للمستوى. المستوى س تقاطع المستقيم لام بيساوي المجموعة ألف، يبقى معنى كده إن المستقيم لام قاطع للمستوى. طب لو كان المستقيم قطع المستوى في نقطتين، ده المستوى وده المستقيم، المستقيم ده قطع المستوى في نقطتين اتنين، يبقى المستوى س تقاطع المستقيم لام بيساوي المجموعة ألف وب، فإن المستقيم ألف ب جزء من المستوى س. كان في علاقة لمستويين اتنين ببعض. أولا يا أستاذ، المستوى نقدر نقول بيوازي المستوى إن كان التقاطع بيساوي فاي، يعني ده مستوى وده مستوى تاني ماشي بالحدود، بقول عليهم إن هما متوازيين لو تقاطعهم بيساوي فاي، ده مستوى س ده مستوى ص، س تقاطع ص بيساوي فاي، معنى كده إن هما متوازيين. وخلي بالك لو مستوى قطع مستوى في نقطة يبقى بيقطعه في مستقيم، خلي بالك من المعلومة دي. المستقيمين المتقاطعين بيقطعوا بعض في مستقيم وليست نقطة. شوف انت شايفين ان هما متقاطعين في نقطة واحدة، بس انت نسيت معلومة مهمة اتكلمت فيها في الاول، ان المستوى دي حاجة ماشية بلا حدود، المستوى حاجة ماشية بلا حدود. انا مشيت ده بلا حدود كده، بص قطع هنا فين؟ في مستقيم، لان ده برضو ماشي بلا حدود، قطعه في مستقيم. يبقى المستويين لما بيتقطعوا مع بعض بيقطعوا بعض في مستقيم وليست نقطة. طب لو رسمنا ثلاث مستويات مسنا مسنا، قالك في الحالة دي هيقطعوا بعض لإما في خطوط متوازية لإما يقطعوا بعض في مستقيمات بتتقابل كلها في نقطة واحدة. إيه هما يا أستاذ المستقيمان المتخلفان؟ عشان أوضح لك المستقيمات المتخلفة تعال نبص على الشكل ده. قالك المستقيمين المتخلفين لا يتقاطعان ولا يجمعهم مستوى. المستقيمان المتخلفان لا يتقاطعان ولا يجمعهم مستوى. لو أنا جيت حددت لك الخط ده، فين اللي بيخلفه؟ تعال امسك الخطوط كلها خط خط، ده يا أستاذ قطعه ودوت قطعه ودوت قطعه ودوت قطعه. طب دوت ده بيوازيه على نفس المستوى بتاعه، الوش الاتنين على نفس المستوى، يبقى ده وده وده وده
وده ما ينفعوش. طب اللي ورا ده برضو ما ينفعش عشان معاه على نفس مستوى الأرض. تمام، ده بيخلفه ليه؟ لأن ده وده ما جمعهمش مستوى، دول متخلفين، وده بيخلفه برضو، وده كمان بيخلفه، وده بيخلفه. يبقى دلوقتي يا أستاذ المستقيمين المتخلفين لا يتقاطعان ولا يجمعهم مستوى. كويس جدا. بعد كده يا باشمهندسين بدأ يسألني، يقول لي مثلا ايه الرموز دي، وليكن ان هنا ألف ب ج د ه واو س ص مثلا، وجاء لي عدد المستويات التي تمر بجيم دال، عايزين نعرف كم مستوى بيمر بالجيم دال. جينا قلنا له الأرض يا أستاذ بتمر بيه، تمام، والوش ده كمان بيمر بيه، صح، وفي كمان مستوى ثالث، شوفوا المستوى ده كده. يبقى عدد المستويات اللي بتمر بالمستقيم جيم دال هم ثلاثة، ب جيم دال صاد وألف جيم دال واو وكمان المستوى سين جيم دال ه. نشوف أسئلة ممكن تيجي في الامتحان على الدرس ده. المستقيمان المتخلفان، حضرتك احنا عارفين ان المستقيمين المتخلفين لا يجمعهم مستوى ولا يتقاطعان، يبقى الاختيار لا يتقاطعان. من أمثلة المركبات التي تعين مستوى الدراجة ولا الدراجة النارية الموتوسيكل يعني، ولا التوك توك ولا السيارة؟ أولا يا أستاذ عشان أعين مستوى لازم يكون فيه ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، والتوك توك بيحقق لي الموضوع ده. يعني النقط كوتشات التوك توك لما بتكون كلها لمسة الأرض يبقى الأرض ده في وضع مستوى، إنما السيارة ما نقدرش نقول، يبقى التوك توك هو الاختيار الصحيح. عدد المستويات التي تمر بنقطة، يا أستاذ مفيش مستويات بتمر بنقطة، هما بيتقطعوا مع بعض بمستقيم، يبقى عدد لا نهائي. رؤوس نقط تعين مستوى، مثلث ولا مربع ولا مستطيل ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق. إزاي يا أستاذ والمربع ليه أربع رؤوس؟ بس المربع في خطين متوازيين، المربع في خطين اتنين متوازيين، والخطين المتوازيين بيعينوا مستوى، وكمان في قطرين متقاطعين، والقطرين المتقاطعين أو المستقيمين المتقاطعين بيعينوا مستوى، يبقى كل ما سبق هو الاختيار الصحيح. المستوى ألف ب ج ص، تقاطع المستوى ب ج د س بيساوي إيه؟ المستوى ده يا أستاذ اللي أنت قصدك عليه والمستوى اللي تحت ده الاتنين قابلوا بعض في ب ج، مستقيم، لازم يكون مستقيم. ألف ص ه واو يوازي المستوى ب ج د س، ب ج د س لأنك بتقول السقف، يبقى اللي بيوازيه الأرض، وبكده يبقى الدرس ده انتهى. نخش على الدرس الثاني، الهرم. بنسمي الهرم يا باشمهندسين باسم قاعدته، يعني في هرم ثلاثي، في هرم رباعي، في هرم خماسي، في هرم سداسي، في هرم سباعي، وهكذا بنسميه باسم قاعدته. أقل عدد من المستويات نقدر نعمل بيها هرم هو الهرم الثلاثي. إيه السبب؟ تعال نرسم هرم رباعي كده عشان نوضح على الموضوع. إيه الفرق يا شباب ما بين لفظين اتنين؟ إيه الفرق بين هرم قائم وهرم منتظم؟ الفرق ما بين الهرم القائم والهرم المنتظم، الهرم القائم ده ارتفاعه بينزل في مركزه الهندسي،
وقاعدته بتكون مضلع مش منتظم، يعني يكون مستطيل، المستطيل ده مش منتظم، يكون معين، المعين ده مش منتظم، المضلع المنتظم ده مضلع، بيكون أضلاعه كلها متساوية وزواياه متساوية، زي المربع، زي المثلث، زي الخماسي المنتظم، السداسي المنتظم. يبقى الفرق ما بين الهرم القائم والهرم المنتظم، الهرم المنتظم قاعدته بتكون مضلع منتظم، مربع، مثلث متساوي الأضلاع، خماسي منتظم، سداسي منتظم، وهكذا. الاثنين ارتفاعهم لازم ينزل في المركز الهندسي. المركز الهندسي مثلا لو ده مستطيل نقطة تقاطع أقطاره. طيب هو ينفع نقول ان الهرم المنتظم قائم؟ ينفع. ينفع اقول ان الهرم القائم منتظم؟ لا، لان الهرم القائم قاعدته ما بتكونش منتظمة، انما الهرم المنتظم بيكون ارتفاعه نازل في المركز الهندسي. ده الفرق ما بين الهرم القائم والمنتظم. منتظم قاعدته مضلع منتظم، إنما الهرم القائم قاعدته بتكون مضلع، مش شرط يكون منتظم. كل جنب في الهرم بيكون مثلث، وعدد الجوانب بتكون بنفس عدد أضلاع القاعدة. يبقى أنا دلوقتي لو سألت كم مستوى بيعينه الهرم؟ قلت له كل ضلع يا أستاذ بيبقى عليه مستوى زي ما أنت شايف كده. لو جينا نعمل له إفراد نفتحه، شفت لما فتحناه بقى عامل ازاي؟ بقى عبارة عن مثلثات كأنك بتقشر برتقانة بالضبط، وبيكون الشكل في النص. يعني لو حبينا نعمل شبكة بنيجي نرسم القاعدة، وكل ضلع من القاعدة بيكون عليه جنب. ده الإفراد بتاعه. في يا شباب ناس بترسم الإفراد ده بتجيب المثلثات كلها جنب بعض، يعني يقوموا قصين المثلث ده كده ويقوموا حاطينه هنا. خلي بالك ان الطول ده هو ده، الطول ده هو ده، اوعى تتخدع. في الامتحان ممكن يجيب لك شكل ويسألك يقول لك انهي واحد الإفراد؟ المفروض الضلع ده يا أستاذ يكون قد ده، بحيث إن لو لفيته يرجع مكانه. خلي بالك من المواضيع دي. الهرم يا أستاذ ليه حاجة اسمها ارتفاع جانبي وليه حاجة اسمها ارتفاع. فين ارتفاع الهرم؟ ده ارتفاع الهرم يا أستاذ اللي هو بينزل في مركزه الهندسي. أمال إيه الارتفاع الجانبي؟ خط جاي من الرأس عمودي على ضلع من أضلاع القاعدة، بنقدر نقول عليه هو ارتفاع للمثلث. بتبص تلاقيه منزل عمود كده، يعني تبص تلاقيه جايبه لك كده مثلا. وهنا يا أستاذ دوت طول نص الضلع، ده طول نص الضلع، الارتفاع بيكون عمودي عليه، يعني تقدر تعتبر ان المثلث ده مثلث قائم. المساحات وايه الحجوم يا استاذ قبل ما نخش للاسئله؟ في معلومه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. العلاقه بين ارتفاع الهرم الثلاثي المنتظم وطول ضلعه، ان اتنين من طول الضلع تربيع بتساوي تلاتة من الارتفاع تربيع. يعني طول الضلع تربيع بيساوي تلاتة على اتنين من الارتفاع تربيع، يعني طول الضلع بيساوي جذر ستة على الاتنين من الارتفاع. خلي بالك، وممكن نقول ان اتنين من طول الضلع بيساوي جذر ستة من الارتفاع. خلي بالك من الحاجات دي، مهمة جدا ممكن يسألك فيها. المساحة الجانبية للهرم، المساحة الجانبية
عبارة عن نص في محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي. المساحة الكلية عبارة عن المساحة الكلية عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. وهنا حضرتك لازم تراجع على جميع أنواع المساحات. مساحة المثلث لأن في هرم بيكون ثلاثي كان ليها قوانين يا أستاذ، لإما نص في حاصل ضرب ضلعي قائمة لإما يا أستاذ نص في حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية المحصورة لإما لو مدين التلات أضلاع كنا بنجيب نص المحيط نصف المحيط وكنا بنقول الجذر التربيعي لنص المحيط في نص المحيط ناقص ضلع في نص المحيط ناقص ضلع في نص المحيط ناقص ضلع. ولو كان يا أستاذ القاعدة أي مضلع منتظم تقدر تجيبه عن طريق القانون ده. نون أربعة في طول الضلع تربيع في زطا باي على عدد الأضلاع. يعني لو عايز مساحة السداسي يبقى 6 × 4 في طول الضلع أس 2 في زطا باي على 6. خماسي هكذا، سداسي هكذا. أي نوع من أنواع المضلعات المنتظمة تقدر تجيبه بالقانون ده. ده قانون المساحة. بعد كده كان الحجم، حجم الهرم بيساوي تلت في مساحة القاعدة في ارتفاع الهرم مش الارتفاع الجانبي، ارتفاع الهرم. أقل عدد من المستويات تحدد مجسم. هو أقل مجسم يا أستاذ هو الهرم الثلاثي، والهرم الثلاثي دي رسمته. ده كده مستوى والأرض مستوى والجنب ده مستوى والجنب ده مستوى، يبقى أقل عدد من المستويات 4. النسبة بين ارتفاع الهرم إلى طول حرفه. احنا اتفقنا يا أستاذ إن 2 من طول الضلع بتساوي 3 من الارتفاع. 2 طول الضلع تربيع بتساوي 3 من الارتفاع تربيع. لو قسمنا على الاثنين بقت لام تربيع بتساوي 3 × 2 عين تربيع. لو خدنا جذر للطرفين يبقى لام بجذر 3 على جذر 2 من عين. لو ضربنا في جذر 2 فوق وتحت يبقى لام بتساوي جذر 6 على الاثنين. يبقى معنى كده ان الاثنين لام بتساوي جذر 6 عين. هو عايز ارتفاع الهرم لطول ضلعه عين الى لام يبقى 2 إلى 6 اللي هو الاختيار الثاني. الشكل الاول بيقول لك اسم الشكل ده ايه؟ قلنا له يا استاذ ده اسمه هرم ثلاثي. ليه؟ لان هي دي القاعدة. لو ضمينا دول على بعض هيديني هرم ثلاثي. الشكل الثاني بيقول مساحته الكلية عبارة عن ايه؟ قلنا له يا أستاذ المساحة الكلية عبارة عن مساحة القاعدة زائد المساحة الجانبية. فهنجيب مساحة القاعدة ازاي؟ اولا ده منتظم يا أستاذ، وطالما هو منتظم يبقى القاعدة مثلث متساوي الأضلاع. ناخد مثلث من دول، الزاوية دي 60، هات جا 60، جا 60 بتساوي 18 على طول الضلع، يبقى طول الضلع 18 على جا 60 اللي هي بجذر 3 على الـ2. تطلع يا أستاذ 3 هنا فيها 6 12 جذر 3 ده طول الضلع. كده احنا عرفنا ان طول الضلع 12 جذر 3. نقدر نجيب المساحة الكلية بكل بساطة. معايا يا أستاذ 3 جناب والأرض قدهم،
يبقى أنا هجيب مساحة أربع مثلثات، تلات جناب زائد الأرض، أربعة في نص في طول القاعدة، طول القاعدة اللي هي تعتبر ضلع، في الارتفاع اللي هو 18، ونقسم يا أستاذ هنا فهالاتنين، يبقى 24 جذر 3 في 18 بتساوي 432 جذر 3 سنتيمتر مربع. بعد كده يا أستاذ كان في حاجة اسمها المخروط. المخروط ده مجسم بينشأ بناء عن دوران مثلث قائم حوالين ضلع من أضلاع القائمة. يعني كان معايا مثلث قائم لفيته حوالين الزاوية القائمة ديت، اداني يا أستاذ مخروط كده. ده اسمه يا باش مهندسين طول الراسم، ده اسمه الراسم. نركز في دي يا شباب، لو معاك مثلث متساوي الساقين وليكن ان هو ده كده مثلا، ولفيته حوالين البه جيم، هتلفه حوالين البه جيم، بيقول لك المجسم اللي بينشأ ده هيكون ايه؟ قلت له يا استاذ حضرتك انا لو نزلت من هنا عمود في المثلث المتساوي الساقين بيقسم القاعدة، خلينا نلف ده كده. جينا لفناه يا أستاذ لقناه عمل المجسم ده، شوف ده هيلف يعني هيحصل دوران. لما حصل دوران اداني الشكل اللي عبارة عن مخروطين دول. همسح الحاجات دي عشان تتخيل الموضوع. هنا من ناحية دي مخروط ومن ناحية التانية مخروط. يبقى لو لفينا أي مثلث غير قائم غير قائم غير قائم حوالين أي ضلع من أضلاعه، هنبص نلاقي نتج لي مخروطين اتنين. المساحة الجانبية ليه كان قانونها، المساحة الجانبية قانونها باي لام نق. لام دي طول الراسم، طول الراسم اللي هو ده. ده اسمه لام نق، طول نص قطر قاعدته. المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة اللي هي عبارة عن دايرة. لو خدنا باي نق مشترك اتبقى لام زائد نق، وكان يا أستاذ حجمه تلت مساحة الاسطوانة، يعني الحجم بتاعه تلت في باي في نق تربيع في عين، عين عين اللي هو ارتفاع المخروط ده، والارتفاع بتاعه بينزل في المركز الهندسي للقاعدة يعني مركز الدائرة، وبنقول عليه مخروط قائم. كان للمجسم ده إفراد شبكة. إيه هي؟ كان ليه تلات أنواع من الإفرادات، تلات أنواع من الشبكات. الشكل ده ده بيكون طويل كده لما تكون لام اللي هو طول الراسم أكبر من القطر، وبيكون إفراده نفكه يعني واخد الشكل ده كده، عبارة عن قطاع دائري وده قرص الدايرة أو قرص القاعدة. وهنا أنت لازم تفتكر يا باشمهندس من السنة اللي فاتت القانون ده، إن لام اللي هو طول القوس، طول القوس مش طول الرسم هنا، طول القوس بيساوي سيتا دائري في نق، اللي هي سيتا دائر دي في نق اللي هو طول نص القطر ده، هنا يعتبر نق، هنا يعتبر نق من السنة اللي فاتت، هنا دوت طول القوس لام. في المجسم ده كان الإفراد بتاعه
عبارة عن نص دايرة، وهنا نرسل الدايرة، وكنا بنقول عليه إن الراسم طوله بيساوي 2 من نق، يعني قد القطر. وعمل لك مسألة في النماذج وحط لك هنا 20 وقال لك هي نق بكام. آخر شكل في الإفراد لما يكون أقل من القطر بياخد الشكل ده كده، ده بيكون لام أقل من 2 نق. نرجع تاني ناخد إفراد تاني. إذا طيت الشبكة المرسومة وكونت مجسما، احسب مساحته الكلية. قلنا له دي شبكة مخروط يا أستاذ، لو لفناه دي هتكون محيط القاعدة، ده كده محيط القاعدة اللي هو هيكون دايرة، ومنها النق بتساوي 6، وبما ان الحجم بيساوي تلت، في مساحة القاعدة، مساحة القاعدة اللي هي باي في نق أس 2، في ارتفاع المخروط بتساوي 96 باي. شلنا باي مع باي، هنا على 3 فهل 12، الارتفاع طلع ب8. تعال نرسم المجسم كده، وليكن ان هو ده المجسم. احنا طلعنا الارتفاع يا استاذ بيساوي 8، ونص القطر كان ب6، يبقى طول الراسم بيساوي كام؟ طول الراسم بيساوي 10. عاوزين المساحة الكلية، كان لها قانون. المساحة الكلية بتساوي باي نق في لام زائد نق، باي في نق نص القطر ب6 في لام، لام اللي هو طول الراسم، زائد نق يبقى زائد 6، يبقى الناتج 16 في 6 باي سنتيمتر مربع. الشبكة المرسومة إذا طويت نص قطر الشكل الناتج بكام؟ الشبكة دي يا أستاذ بتنتج بناء عن إن لام طول الراسم بيساوي 2 نق. هو فين طول الراسم؟ ده طول الراسم، ده طول الراسم، تمام. يبقى هنا 20 بتساوي 2 نق، ومنها النق بتساوي 10. الزاوية المركزية للقطاع بتساوي ايه لو عملنا افراد للشكل ده؟ الزاوية المركزية هتكون نوعها ايه؟ جينا قلنا له يا استاذ هو القطر ب24 والراسم ب13، يبقى الراسم طوله أقل من 2 نق. يبقى معنى كده يا أستاذ إن ده شكل الإفراد بتاعه زي ما كنا رسمينه من شوية. يبقى القطاع ده الزاوية بتاعته عدت 180، بيكون يا أستاذ اسمها منعكسة. في الشكل ده في مخروط محطوط جوه هرم رباعي، النسبة بين حجم ده وحجم ده كام؟ قلنا له يا أستاذ بكل بساطة هو نص القطر هنا هو نص طول القاعدة، وحجم الهرم بيساوي تلت في مساحة القاعدة في الارتفاع، والاتنين ليهم نفس الارتفاع، خلي بالك. وحجم المخروط تلت في مساحة القاعدة باي في نق، نق هنا اللي هي نص لام، تربيع في الارتفاع عين. لو اختصرنا تلت راحت مع تلت، لام تربيع راحت مع لام تربيع، عين مع عين، اتبقى 1 فوق وباي 4 تحت. مقام المقام بسط، تطلع 4 على باي. الناس اللي بتتوه في موضوع مقام المقام ده، ده 1 على باي 4، كنا بنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي تحتها، يبقى الناتج طلع 4 الباي، يبقى الناتج 4 الى باي. في الشكل المرسوم مثلث متساوي الساقين، حجم الجسم الناشئ بدوران المثلث حوالين ب ج. هنخلي المثلث ده يلف حوالين ب ج،
لما لف يا أستاذ خد الشكل ده كده، فبصينا لقنا بقى عبارة عن مخروطين اتنين. في مخروطين اتنين يا شباب، ده واحد وده التاني. لو وصلنا القطر هنلاقي ان القطر ده ارتفاع في المثلث، دوت 10 هنا 6، لان العمود الساقط من رأس مثلث متساوي الساقين عمودي على القاعدة وبين الصفة، يبقى الارتفاع ده طلع ب8، والارتفاع ده اللي هو يعتبر طول نص القطر. المخروط ده يا شباب يعتبر مايل نايم على جنبه كده، تمام يا أستاذ. يبقى دول عبارة عن 2 من المخروط، يبقى نجيب 2 من حجم مخروط، يبقى 2 في تلت في مساحة القاعدة اللي هي باي في نق أس 2 نق هنا اللي هي 8، في ارتفاع المخروط اللي هي بتساوي 6. هنا يا أستاذ على 3 في هال 2، يبقى الناتج 2 في 2 4 في 64 256 باي سنتيمتر مكعب. آخر حاجة الدائرة. الدائرة دي هي أهم درس في الهندسة الفراغية. قبل ما أفكرك بيها لازم أفكرك بحاجات من السنين اللي فاتت، من غيرها مش هتعرف تحل. أول حاجة، إزاي تجيب البعد بين نقطتين؟ لازم تراجع على البعد بين نقطتين. ده كان بيساوي يا أستاذ الجذر التربيعي لطرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع، وبنستخدمه لما يكون معايا مركز ونقطة على الدايرة. ده بنستخدمه لما بيكون معايا مركز ونقطة على الدايرة عشان تجيب بيه طول نص القطر. القانون الثاني، البعد بين نقطة ومماس. شوف لو عمل لك هنا كده مماس وادك معادلته ألف صاد زائد ب سين زائد جيم بتساوي صفر، لازم يكون بيساوي صفر. قالك في الحالة ديت بتيجي تعمل قانون البعد اللي هو بيحسب لك نق اللي هو بيساوي معيار المعادلة دي على جذر الرقم اللي قدام سين تربيع زائد الرقم اللي قدام صاد تربيع، وبعدين بتقوم معوض بإحداث المركز في المعادلة تطلع طول نص القطر بكام. من المفاهيم الهندسية حضرتك محتاج تعرف إن الممسين اللي بيتقطعوا في نقطة خارج دائرة، الممسين اللي بيتقطعوا في نقطة بيكونوا متساويين في الطول. أفكرك بقوانين الدائرة. أولا يا أستاذ، معادلة الدائرة بنعملها إزاي؟ لازم يكون معاك إحداث المركز، وليكن إن هو ألف وب، ويكون معاك نق، يبقى قانون سين ناقص رقمها أس 2 زائد صاد ناقص رقمها أس 2 بتساوي نق أس 2. لو إحنا جينا نفك الكلام ده كنا بنقول إن هو سين تربيع ناقص 2 ألف سين زائد ألف تربيع زائد صاد تربيع ناقص 2 ب صاد زائد ب تربيع ناقص نق تربيع بتساوي صفر. كان لازم 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 معادلة الدائرة يكون معامل س تربيع نفسه معامل ص تربيع، لازم لازم. هنا سالب يكون هنا سالب، هنا خمسة يكون هنا خمسة، أول شرط عشان يديك معادلات ويقول لك إن هي اللي تنفع تكون دائرة لازم تتأكد من دول. أول حاجة. تاني حاجة، لازم المعادلة ما تحتويش على س في ص. لو لقيت س في ص في السؤال ما ينفعش، يبقى أول شرط عشان دي تكون معادلة دايرة معامل س تربيع مثل معامل ص تربيع،
تاني شرط لا تحتوي على سين في صاد، ما يكونش فيها سين في صاد. تالت حاجة لازم يا أستاذ أطبق القانون ده يطلع رقم بالموجب اللي هو سالب نص معامل سين تربيع زائد سالب نص معامل صاد تربيع ناقص جيم الرقم اللي لوحده يطلع أكتر من الصفر. لازم يا باشمهندس التلات شروط دول يتحققوا معاك يبقى دي تصلح أن تكون معادلة دائرة. طيب لو كان معايا المعادلة بالصورة دي إزاي كنت بجيب نقطة المركز وكنت بجيب طول نص القطر؟ بكل بساطة قال لك خد سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص، كده انت جبت المركز. ولو عايز طول نص القطر نقد تساوي الجذر التربيعي لسالب نص معامل س أس 2 زائد سالب نص معامل ص أس 2 ناقص الرقم اللي لوحده. ومن هنا كان يقدر يعمل لك أسئلة كتير جدا، يديك معادلتين مثلا ويقول لك هل الدائرتين دول متطابقتين ولا لا؟ متطابقتين يا أستاذ يعني نص القطر هنا قد نص القطر هنا. في فرق يا شباب بين الدائرتين منطبقتين والدائرتين متطابقتين. منطبقتين يعني معنى كده المركز هو المركز ونق هي نق، دي منطبقتين. متطابقتين معنى كده ان نق قد نق والمركز مش شرط يكون قد بعضه. اي العلاقات تصلح ان تكون معادلة دائرة؟ قلنا له في الاولى يا استاذ بكل بساطة احنا نقدر نقسم على اتنين. تمام، هنا لما قسمنا على اتنين دي راحت دي راحت، دي بقت خمسة، دي بقت تلاتة ونص. وكنا بنقول احداث المركز صفر وخمسة على اتنين، وكنا بنجيب نق الجذر التربيعي للسين تربيع والصاد تربيع زائد تلاتة ونص. كده ينفع يا استاذ دي دائرة؟ دي تنفع. جينا هنا دي تنفع يا استاذ لان لو فكينا هتبقى صاد تربيع هتنفع. دي يا استاذ احداث المركز صفر وصفر لان ما في سين ولا في صاد. جينا نجيب نق صفر زائد صفر ناقص سالب تمانية بقت موجب، برضو بالموجب تصلح، يبقى جميع ما سبق هو الاختيار الصحيح. في الشكل المرسوم دائرتين متطابقتين طول الميم نون بكام؟ قلنا له يا استاذ حضرتك انت عاوز الطول ده، طب ما دوت الدائرتين الاتنين بيمسوا محاور الاحداثي، يبقى معنى كده ان طول نص القطر هنا بتلاتة، يعني ده بتلاتة. ان المثلث القائم ده طول الوتر من فيثاغورس تلاتة جذر اتنين، وهنا الدايرة دي زيها، يبقى هنا تلاتة من جذر اتنين، يبقى الميم نون طلع بستة جذر اتنين. سين تربيع زائد صاد تربيع ناقص 12 سين زائد 6 صاد زائد 20 بتساوي صفر، بانتقال سين زائد 2 وصاد ناقص 2. فإن إحداث المركز الأخرى هو، قلنا له يا أستاذ إحداث المركز كان بيكون سالب نص معامل سين، غير إشارة ده وخد نصه، وسالب نص معامل صاد. بيقول لك انقله بسين زائد اتنين وصاد ناقص اتنين، يعني السينات زود عليها اتنين، قلت له لما زود اتنين بقت تمانية، والصادات نقص اتنين، قلت له لو نقصت اتنين هيكونوا سالب خمسة. المستقيم خمسة سين ناقص اتناشر صاد زائد تلتاشر موقعه ايه بالنسبة للدائرة سين تربيع زائد صاد تربيع
ناقص 6 س زائد 4 ص ناقص 12 بتساوي 0. قلنا له يا أستاذ بكل بساطة حضرتك أنا بجيب المركز، المركز اللي هو 3 و 2 بالسالب، وبجيب نق، نق بتساوي الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع ناقص الرقم اللي لوحده، طلعوا بيساووا 5، نق بخمسة، وبحسب البعد بين الدايرة والمستقيم. كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنجيب البعد بينهم عبارة عن معيار المعادلة، أتأكد إنها بتساوي صفر، على الجذر التربيعي للرقم اللي قدام س تربيع والرقم اللي قدام ص تربيع، وكنا بنعوض بإحداث المركز. التلاتة في خمسة بخمستاشر زائد 24 زائد 13 على 13 طلع بيساوي 4. لما يكون دايرة طول نص قطرها 5، دي كده بخمسة، وفي مستقيم بيبعد عن المركز 4، هيكون اسمه ايه؟ هيكون قاطع للدائرة. س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 جتا سيتا س زائد 2 جا سيتا ص ناقص 8 بتساوي صفر. طول نص القطر بكام؟ قلنا له يا أستاذ القانون بيقول خد نص الرقم اللي قدام س تربيع ونص الرقم اللي قدام ص تربيع ناقص الرقم اللي لوحده. قلنا له ما جتا تربيع زي جا تربيع ده قانون بواحد، يبقى دول جذر التسعة بيتساوي 3. المستقيمان ص بتساوي 2 وص بتساوي 4 يمسان دائرة طول نص قطرها كام؟ قلنا له دي الشبكة، كان في مماس عند الاتنين وكان في مماس عند الأربعة. أنت قلت إن في دائرة هنا 2 وهنا 4، مش البعد ما بينهم يعتبر قطر في الدائرة؟ يبقى النص هنا عند التلاتة، النص عند التلاتة، بس طول نص القطر واحد، يبقى طول نص القطر واحد وحدة طول. في الشكل المرسوم نق الدائرة الصغرى مين بتساوي كام؟ قلنا له يا أستاذ حضرتك أنت قلت إن كل ده ب 16 يبقى دي ب 8. هنعمل أعمال، قفلنا مثلث قائم هنا، ده كده نق، وطول نص قطر الدايرة دي 8، هنا يا أستاذ ده برضو نق، يعني الارتفاع ده نق، يبقى من هنا 8 ناقص نق. نقدر نطبق في فيثاغورس ونجيب الكلام ده، لأن الطول ده كده ب 8، يبقى نق زائد 8 أس 2 بتساوي 64 زائد 8 ناقص نق أس 2. نفك قوس تربيع، نق تربيع زائد 16 نق زائد 64 بتساوي 64 زائد 64 ناقص 16 نق زائد نق تربيع. نق تربيع راحت بقى 32 نق بتساوي 64 ومنها النق بتساوي 2 وحدة طول. نون زائد 3 س تربيع زائد ص تربيع ناقص 4 ص زائد م ناقص 2 في س في ص زائد م ناقص ن في س ناقص 8 بتساوي 0. تقدر تجيب لنا نون زائد م؟ قلنا له بكل بساطة من المفروض إن س تربيع يكون معاملها نفس معامل الص تربيع، يبقى نون زائد 3 بتساوي 1 ومنها النون بتساوي سالب 2. وهنا ما يكونش في س في ص، يبقى م ناقص 2 بتساوي 0 ومنها م بتساوي 2. انت عاوز نون زائد م؟ طلعت بتساوي 0. وبكده يا شباب انا خلصت مراجعه هندسه فراغيه كامله، واتمنى ان اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.